يا بنت خلصي بقى واقفلي. الله، يلا خدوا بالكم من بعض انت واختك، يلا يا رغاية. يو، الصراحة بقى البت هنا عندها حق، كان لازم تعمل كده وتمشي. وانتش فاهمك انت، تنير على عينك. الشيخة فوتنا دي ما تجيبش أي حد كده ولا كده، ما تجيبش حد نص لب. فوتنة إيه بس؟ تعال في جامعة يا نعيمة، الواد عنده 20 سنة يفكر ليه في الجواز من أساسه. وما يفكرش ليه ما دام جاهز؟ إيه المانع يعني؟ اللي في سنه وظروفه يفكر يعيش حياته، يسافر، يلعب، يقعد، مش يتجوز. وبعدين يعني ما شفناهوش مثلا دخل بخالته فنقول ان هي اللي دورت واتقصت وفكرت وسحبته معاه. ويعمل كده ليه؟ بيلعب يا نعيم، عايز يقرطصك. يقرطصني؟ يقرطصك. ندخل البيت من بابه، نعمل خطوبه، نقعد سوا، بعد كده مع الف سلام. يا واد انت ليه فاكر كل الناس عامله زيك؟ قفلتني، هروح اريح في الاوضه. هي فين الأوضة؟ أنا مش عارفة فين، ما تيجي توصلني يا واد. الله، قفلتني قفلة. أمك مش طبيعية بجد إنها تفكر إن في جوازة ممكن تمشي كده. قلت لك مليون مره قبل كده امك في حوار الجواز ده مش هتسيبنا في حالنا. طب وانا مالي؟ انا مالي واحد حبيتيه وتعلقتي بيه سنتين وسابك، انا مالي انا؟ وبعدين افرضي ان انا مش عايزه اتجوز من اصله. الحوار مش حوار انا وبس يعني، امك متعقده من الجواز من الرجاله كلهم. انت اصلك ما تعرفيش ابوكي عمل فيها ايه زمان، ما تعرفيش ايه اللي حصل. تعقد على نفسها بقى، ملهاش دعوة بيا ولا بيكي. أبوكي تفرش زمان مع بدرية أم كرم، مش طول عمرك عايزة تعرفي إيه اللي حصل زمان؟ غير إن هو كان بيضربها وبيسرقها وشايلة البيت باللي فيه، ضرب رفق مع بدرية. بدرية ما كانتش بتقول لا، والموضوع كان سادك، الباب في وش الباب، وامك كده كده ما كانتش قاعده في البيت، كانت بتخدم في البيوت، وخالك كمان ما كانش قاعد في البيت، كان رايح جاي على البلد. وفي يوم بقى ابوكي خد بدرية وطفش، وامك شالت كل حاجه، شالتني وشالتك وشالت كرم كمان فوق البيع. عشان كده امك متعقده من الجواز وعايزه تنقلني على مزاجها ولا هي تشوفه بس. ما تعرفش ان بالوسواس اللي عندها ده ممكن تلبسنا في حيطه، تلبسنا في جوازه اسود من اللي هي اتجوزتها. فهمتي بقى اللي حصل؟ ازاي ما حكيتليش كل الكلام ده زمان؟ عندك حق. ازاي ما حكيتلكيش كل الحكايات الحلوة دي؟ صباح الفل، مسكي يا اختي مسكي. ايوه مش جاي لي نوم، قاعدة بتقلب على الجنبين مش عارفة أغمض عيني. مالك؟ خايفة ولا إيه؟ عمري ما غيرت فرشتي من ساعة ما بطلت أخدم في البيوت، ما بتش برا، ما بحسش بالأمان إلا في أوضتي وفي مطرحي. طب ما تقري فاتحة وما قصدي، مش انت دايما بتقولي لنا كده؟ هو مش رب هنا رب هناك برضو؟ مشكلة مش في النوم، حاسة ان السرير اللي جوه يا كله شوك عشان بفلوس حرام. هو في ايه؟ مش هنبطل بقى؟
انا بصراحه بقى زهقت واتخانقت من البقين اللي انا حفظتهم دول. ما تفوقي بقى من الدور اللي انت عايشه فيه ده يا نعيمه. انت اتجننت يا واد؟ بتزعق فيا؟ عمال اكلمك بالعقل واهزر معاكي وانت كل كلمه والتانيه حرام حرام. في ايه؟ انت بني ادمه زينا على فكره مش ملاك، وعايشه معانا هنا في الدنيا، مش نازله متجنب بجناحين. بني ادمين عادي وبنغلط. انا وانت بالذات شايلين ذنب اللي حصل زمان عشان عالم زباله كنا معشرينه، واللي احنا فيه ده دلوقتي بسببهم وبسبب اللي حصل في الليله هي. ازاي بعد كل ده وبعد كل اللي شفناه والطين اللي احنا شايلينه مش عايزه تتحوري تبقى زباله الخلق يا نعيمه؟ اللي خلاني اعمل كده بعد العمر ده كله، عمري عايشة نظيفة وشريفة، دلوقتي لا طولت لا دنيا ولا آخرة. طبعا انت لا فاهم ولا حاسس. لا فاهمك يا نعيمة، بس انت نظيفة وشريفة طالما نيتك كده. المهم النية في ايه؟ واحد زي ما بيركعش هو اللي هيقول لك كده. انا ناوي احوش وارجع كل فلوس المدعوه مرة. احنا سرقناها عشان ما كانش معانا فلوس. اقول لك اكتبي وصيتك لبناتك عشان لما لحقتيش لا قدر الله يعني يسددوها عنك. تاكل بعقلي حلاوه، هذبح عجل وافرقه على الغلابه. على انما ما ارد عليك، ولو كلمة زيادة هذبح عجلين. صباح على خير يا نعيم. وانت من أهله. ولا انت كان عندك ست هنا في الأوضة؟ مادام ما بتردش يبقى صح. مالك يا ولا؟ يا جواد انا ما بعيطش، اللي زيي خلص العهد من زمان يا نعيمه. مين دي اللي عامله فيك ده كله؟ واحده ما تتغيرش عن بدريه. هو انت يا واد ما اتجوزتش ليه لحد دلوقتي؟ تتجوز؟ اه تتجوز وتخلف وتنسى القرف اللي انت فيه ده. طب ايه رأيك بقى؟ انا هدور لك على العروسة واجوزك واخد عيالك في حضني. ودي مين بقى اللي ما ضعي عليها؟ تقول عليا ان كده يا ولد.